مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة القرن الأفريقي. في مثل هذا اليوم قبل 33 عاما تم تأسيس وكالة أنباء القرن الأفريقي، وبعدها بثلاثة أشهر لهذا اليوم 15 من مايو 1989 تم اعتماد الوكالة لدى منظمات الأمم المتحدة، كما تم اعتمادها في اتحاد لدى اتحاد صحفي في ألمانيا. ومنذ ذلك التاريخ هذه الوكالة ظلت تعمل جاهدة. لكن بهذه المناسبة أولا يجب أن نذكر من قام بتأسيس هذه الوكالة، والفضل بعد الله يعود لهم، المرحوم الدكتور عبد الرحمن أدن، الحاج حسين، هو من الصومال وآخر سفير لجمهورية الصومال قبل الإطاحة بنظام الرئيس زياد بري، وزميل آخر أيضا رحمة الله عليه الإعلام السوداني المعروف حسن عبد الوهاب، وكان طبعا الملحق الإعلامي لدى سفارة السودان في ألمانيا أيضا، هو كان ممن ودعوا، هو أحد الذين ودعوا دستور لهذه الوكالة. وشخص ضعيف طبعا، أنا وقتها لم أكن إعلاميا أو لم أعمل في الإعلام، إنما طبعا شاءت الأقدار أنا كمواطن إريتري هاجرت من بلدي بسبب الاستعمار الإثيوبي آنذاك، وشاءت الأقدار أن أجتمع بهؤلاء الأخوة في مدينة بون وفي مناسبة مؤتمر الأحزاب الاشتراكية في أوروبا الذي كان يقوده المرحوم أيضا ويلي براند مستشار الأسبق لألمانيا. في ذلك المناسبة كان الحديث حول تنمية أفريقيا، ودار حديث يعني بحضور أكثر من 50 سفير أفريقي في تلك القاعة، وكيف تنمى أفريقيا وما إلى ذلك. إنما طبعا كلمة ويلي براند لفتت انتباه الأفارقة جميعا، ونحن منهم طبعا من السودان ومن الصومال، وأيضا أنا كمواطن إريتري وقتها لم تكن لدى إريتريا دولة، إنما الشعب الإريتري كان كله في مرحلة نضال من أجل استقلال إريتريا. فويلي براند وجه المؤتمر وقال نحن زللنا نتحدث منذ 100 عام حول أفريقيا وكيف تنمى أفريقيا، إنما لم نتعلم كيف نتحدث مع الأفارقة نفسهم. والآن نحن طبعا في عام 89، وفي هذه القاعة يوجد أكثر من 50 أو 60 سفير يمثلون مختلف الدول الأفريقية، فعلينا الآن أن نتعلم كيف نتحدث أو نخاطب الأفارقة ونتحدث معهم في شأنهم، وليس نحن الذين نقرر في شأنهم. بعد انفداد هذا الاجتماع طبعا كان لنا دافع، يعني هذه الكلمة أدت إلى نطرح الأسئلة على بعضنا البعض، نحن الأفارقة أو الإعلاميين، مثل المرحوم حسن عبد الوهاب كان له باع طويل أيضا في الإعلام الأفريقي وفي السوداني، وبحكم أن الدكتور عبد الرحمن يعني درس في ألمانيا الشرقية وكان متخصص في علوم السياسة أيضا، فقالوا هذا الحديث كان موجه لنا نحن الأفارقة، ماذا علينا أن نفعل الآن؟ فهنا نشأت فكرة تأسيس وكالة أفريقيا. الطرح الأول كان طبعا كيف نؤسس وكالة أنباء أفريقيا، إنما طبعا بعد حوار طويل، وأنا أحد الذين اعترض على هذا الطرح، لأن أفريقيا تتكون من 54 دولة آنذاك، وإريتريا ليست دولة مستقلة، ومعظم الدول الأفريقية يعني هي في مرحلة نضال الآن من أجل التحرر من أجل الاستعمار. فلذلك اتفقنا قلنا نحن لو بدأنا بالقرن الأفريقي، لأنه كلها طبعا ثقافات الدول القرن الأفريقي وتاريخها متشابه، وكلها كانت ترزح تحت الاستعمار الإيطالي والبريطاني آنذاك. فلذلك يعني استقر الرأي في أنه نؤسس وكالة، والمرحوم حسن عبد الوهاب هو الذي أعطى هذا الاسم وكالة أنباء القرن الأفريقي. منذ ذلك التاريخ يعني الآن بعد 33 عاما نعود إلى نفس المكان الذي تأسست، الذي اعتمدت فيه الوكالة. ونحن بهذه المناسبة نشكر منظمة اليونس اللي ترعى الصحفيين،
وما نراه الآن، نحن الآن نتحدث من هذا المكتب وهو مسخر لكل الإعلاميين وليس لنا فقط، إنما طبعا الوكالات العاملة واللي لها حضور باستمرار، نحن زللنا في هذا المبنى لأكثر، دخلنا العام الثالث والثلاثين الآن ونعمل أيضا. والآن طبعا تم تجديد يعني اعتماد الوكالة، كل عام تجدد، واليوم أنا طبعا أخاطبكم من داخل مبنى الأمم المتحدة من نفس المكان. وبعد أن تم أنا طبعا يعني كثير في برامجي الناس كانت تعرف أن أنا كنت دبلوماسي أو كنت دبلوماسي وأحمل الصفة الدبلوماسية في هذا المبنى، إنما الآن بعد تقاعد عن العمل الدبلوماسي والرسمي الآن عدت إلى نفس المهنة. الذين يتساءلون عن وكالة أنباء القرن الأفريقي، وكالة أنباء القرن ليست يعني ممثلة في شخص واحد، إنه هناك فريق عمل منتشر في كل أرجاء، يعني 5 قارات في أمريكا، في أستراليا، في نيوزيلندا، أيضا في أيضا لنا مراسلين في السودان. وأنا بهذه المناسبة طبعا يعني أحيي زميلنا حسن عود الملقب يعني عود فلسطيني، الذين طبعا بسبب الحرب الآن لم يبارح منزله أكثر من 2 شهر، ولكن مع ذلك نحن على اتصال به. فطبعا هو من الصحفيين المعروفين أيضا حسن عود يعني في السودان. الآن طبعا لا يستطيع الحركة حتى يغطي أحداث السودان، إنما نحاول بشتى الطرق أن نتواصل مع السودانيين ونؤازرهم أيضا وندعوهم لتحقيق السلام في هذا البلد. أيضا لنا يعني مكتب في الصومال، لا زال قائم هذا المكتب، وأجرينا عدة حوارات أيضا مع الفرقاء الصوماليين. نحن لا نؤيد فريق معين ضد الآخر، إنما طبعا الوكالة هي وكالة محايدة وتحاول أن تغطى أحداث دول القرن الأفريقي بصفة عامة. الآن النقلة الجديدة هو طبعا بهذه المناسبة أيضا أحيي زملائنا في وكالة أنباء غرب أفريقيا، هؤلاء الذين طبعا تعرفوا علينا من خلال برامجنا التي تذاع عبر الساتلايت عبر نايل سات طبعا. فاتصل بنا الزميل محمد فال، هو رئيس وكالة قرن أفريقيا، وهذه الوكالة تعمل في أكثر من 16 في دولة في غرب أفريقيا. الآن طبعا توصلنا إلى قناع وإلى التنسيق والتعاون، نحن لا نستطيع أن نفتح في 16 الوكالة تنشط في 16 دولة في غرب أفريقيا. فالآن طبعا بعد تبادل النقاشات معهم، واستضفناهم أكثر من مرة أيضا عبر اللقاء خاص وعبر الزوم أيضا، ونشرنا اللقاء أيضا، فنحن الآن اتفقنا بحيث مكتب وكالة أنباء غرب أفريقيا والذي يتخذ من العاصمة الموريتانية نقشط مكتبه الرئيسي، وينطلق من هناك عبر شراكات وعبر مراسلين أيضا لهم في أكثر من 16 دولة في غرب أفريقيا. هذه الوكالة الآن يعني سنتبادل المعلومات ونغطي أخبار غرب أفريقيا عبر هذه الوكالة، وهم يغطون أخبار أوروبا والشرق الأوسط عبر وكالة أنباء القرن الأفريقي. لذلك هذا التوضيح اليوم وجب أن أقول، لأن طبعا لنا الآن مجلس إدارة جديد بعدد كبير جدا متوزعين أيضا في مختلف دول العالم. هؤلاء طبعا الآن يعني استراتيجية الوكالة والتوسعة اللي حصلت في السنوات الأخيرة الآن، إنما طبعا هنالك بعد الأخوة يعني كان في تقصير في الوكالة تعمل ب10 لغات، إنما طبعا القسم العربي إلى حد ما باستثناء يعني مكتبنا في الخرطوم وفي جوبة في جنوب السودان، أيضا بعد اللقاءات كنا نجريها مع الأخوة من مختلف الدول العربية رؤساء دول أيضا، يعني منهم رؤساء سابقين مثل المرزوقي رئيس تونس السابق، وأجرينا أيضا مع رئيس وزراء إقليم الصومال، أجرينا مع برلمانيين، مع مرشحين أيضا من الصومال لرئاسة الجمهورية، أيضا أجرينا في غامبيا، في عدة دول أفريقية كنا نجري الوكالة. طبعا عبر السنوات الطويلة أجرت عدة لقاءات مع مسؤولين ومع الشعب أيضا، وكانت تغطي أحداث الكوارث واللجوء ومعسكرات اللاجئين. أجرينا في أكثر من 20 دولة أيضا في خلال فترة عمل هذه الوكالة. هي وكالة طبعا نشطة، ولكن هذا يعود بفضل المشاركين ليس بشخص واحد. أنا قد أكون دائما ظهوري في يطغى في المقابلات وفي الاتصالات بحكم
من بقى على قيد الحياة من المؤسسين، لأن طبعا زملاء أيضا كزميلنا عبد الله شريف أيضا يعني من الذين واكبوا عمل الوكالة ونشاط الوكالة، هو يرأس مكتبنا في الأمم المتحدة أيضا. كل هذا الآن يعني أنه نمو الوكالة لا يتوقف على شخص أو على شخصين، إنما الآن الانتقالة الجديدة نحن هنعمل أيضا من خلال التنسيق مع زملائنا الصحفيين العرب في منطقة الخليج ودول الشرق الأوسط أيضا في مصر في تونس في كل الدول العربية أيضا سننطلق. وهذا الانطلاقة يعني بشرى للذين كانوا يعتقدون أن هذه الوكالة محصورة في منطقة معينة وهي تؤيد دولة معينة من دول، هذا غير صحيح. هذه الوكالة وكالة مستقلة، وكالة تعمل بحيادية، وكالة تدعو للسلام والتنمية في القرن الأفريقي، هذا ما لزم توضيحه في هذه العجالة. فالوكالة موجودة ولا زالت يعني طبعا أنا الآن أصبحت يعني من العمل الدبلوماسي متقاعد، ولكنني أنشط ما تيسر من الوقت سواصل، لأنه هذا أمانة في أعناقنا لخدمة يعني أهلنا والشعوب هذه المنطقة، ولكننا لا ننحاز لطرف ضد الطرف الآخر، حتى يعني موضوع السودان الآن يتم تغطيته بحيادية وإشراك الجميع، لأنه طبعا لا ممكن أن نتعامل مع جانب ونهمل الجانب الآخر، لأن القضية هي فريقين يتحاربون ويتقاتلون، فلا بد من مخاطبة الفريقين حتى نصل إلى حل والسلام والأمن لأهلنا في السودان. وحتى نلقاكم في برامج أخرى. بهذا تنتهي يعني هذه هي مناسبة، سنحتفل لاحقا بمناسبة مرور 33 عاما على تأسيس وكالة القرن الأفريقي، ولكن بهذا القدر من التوضيح وتطوير برامج القرن الأفريقي، وفي نفس الوقت أيضا سنهتم ببث برامج باللغة العربية، لأنه التواصل الآن في غرب أفريقيا والشرق الأوسط يحتاج إلى تكثيف برامج باللغة العربية إلى جانب اللغات الذين نعمل، سنواصل أيضا باللغات المحلية لغات القرن الأفريقي سواء كانت الأمهرية والتجرينية وأيضا العربية، أيضا كل هذه اللغات بالإيطالية أيضا للذين للجيل الثالث الذي ولد في المهجر لا يجيد لا اللغة العربية ولا اللغات المحلية، إنما نخاطبه باللغة الإنجليزية باللغة الإيطالية باللغة الفرنسية باللغات الذين الدول اللي يعيشون فيها. بهذا تنتهي هذه الحلقة اليوم، وليست هي حلقة إنما معلومة قدمناها من العاصمة النمساوية فيينا. وحتى ألقاكم أنا وزملائي فريق البرنامج، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قريبا بودكاست سينطلق البث الإذاعي لراديو القرن الإفريقي عبر الإنترنت باللغة العربية. مجموعة من البرامج الإسبوعية الراتبة والبرامج الحوارية. تغطية واسعة لأخبار جاليات القرن الإفريقي بالمنطقة العربية وعدد من بلدان العالم. نسافر معا عبر الأثير لنقرب المسافات. هورن أوف أفريكا بودكاست. راديو القرن الإفريقي. 19 billion. 19 billion.